بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على الزيارة. رشيد الصهب، أستاذ تعليم الابتدائي سابقا، خريج مركز تكوين المعلمين سنة 1998. التعيين الأول كان في نيابة الحوز بجهة مراكش أسفي، ثم بعدها انتقلت إلى مدينة الناظور نيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور، وعملت في سلك التعليم لمدة 15 سنة، ثم بعدها التحقت بمسلك تكوين أطر إدارة تربوية، إذن وكان ذلك سنة 2014، وكان الفوج الأول الذي دشنا هذا المسلك. بالنسبة لاختيار هذا المسلك كان اختيار من طبيعة الحال عن اقتناع، لأن وجدت في نفسي يعني القدرة على تدبير مؤسسة تعليمية سواء في السلك الابتدائي أو غيره من الأسلاك، فكانت الفرصة هذه الفرصة ديال إحداث هذا المسلك بالمراكز الجهوية المهن التربية والتكوين كانت فرصة بالنسبة لي لهذا الاختيار والولوج المسلك من أجل التدبير الإداري. فأول تعيين بالنسبة للإدارة كان في مؤسسة في العالم القروي اللي هي مجموعة مدارس العزيب، عملت هناك لمدة 3 سنوات، فحاولت يعني قدر الإمكان أن أطبق ما تمت دراسته في المركز الجهوي مهن التربية والتكوين. إذن من فيما يخص قيادة التغيير، فيما يخص تقويم المؤسساتي، فيما يخص الجانب البيداغوجي والجانب التربوي للمؤسسة، فأول خطوة هي أننا وضعنا في المؤسسة الأولى، مؤسسة التعيين الأولى، وضعنا واحد لوحة قيادة. إذن هذه لوحة القيادة ضمت مجموعة من العناصر، بينها كما قلت نتائج المتعلمين، الغيابات سواء تعلق الأمر بغيابات التلاميذ أو غيابات الأساتذة، البنية التحتية. إذن هذا كله كان في إطار لوحة قيادة وفي إطار مشروع مؤسسة اللي عملنا على إنجازه معية الأطر التربوية العاملة معي في تلك المؤسسة. إذن بعدها فانتقلت لهذه المؤسسة الآن، وأنا هذه السنة الثانية التي أعمل بها، وبنفس المنهجية عملنا كذلك على إعداد لوحة قيادة بمعية الإخوة والأخوات هنا، ثم أعددنا مشروعا للمؤسسة انصب حول أولويتين. كانت الأولوية الأولى هي الرفع من جودة التعلمات، والأولوية الثانية تعلقت بالجانب الجمالي للمؤسسة. هذه الممارسات كلها التي تحدثنا عليها إذن كان لابد لها من قاعدة نظرية. إذن هذه القاعدة النظرية هي التي تمكننا منها في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، إذن بالثلاثية عملي نظري عملي. إذن كانت هناك تداريب على مستوى المؤسسة التعليمية، وكذلك كان هناك جانب نظري بالمجزوءات التي تم تلقيها في المركز. إذن وبهذه المناسبة أغتنمها لتقديم الشكر الجزيل للأساتذة وأستاذات المركز الجهوي للمهن التربية والتكوين وكذلك إدارته. إذن بالفعل كان هناك أساتذة في المستوى، إذن نهلنا من علمهم ومن تجاربهم، لأن كان هناك ممارسين العمل الإداري إلى الجانب النظري عندهم، إذن كانوا ممارسين فيما قبل. إذن فأخذنا منهم ما يسمى بمهنية التدبير الإداري، إذن كان هناك مهنية في التدبير الإداري، وهذه اللي أهلت يعني الكثير من الإخوان والأخوات اللي سلكوا هذا المسلك للنجاح في تدبير مؤسساتهم التعليمية. أغتنم هذه الفرصة لأوجه مجموعة من تذكير الإخوان المقبلين على هذا المسلك، وكذلك المقبلين على التخرج لهذا الموسم، التزام مجموعة من النقاط اللي يمكن نلخصها في التواصل أولا، ثم الانفتاح على المحيط، ثم تفعيل الأندية التربوية والحياة المدرسية بصفة عامة داخل المؤسسات ديالهم. إذن هذا إضافة إلى الجانب البيداغوجي والجانب التربوي، وكذلك يجب الانكباب بكل جدية
على مشاريع المؤسسات التربوية، لأن مشروع المؤسسة يعتبر الأصل والمفتاح لكل نجاح في التدبير التربوي.